اليوم اجيتكم بوصفه صيفي خفيفي خفلف كيما العاده والعبيد، حويجه ايطاليه 100% كيما وعدتكم في كل مره. هكا مره في الجمعه نعملكم حاجه من المطبخ العالمي، وبصراحه ما فماش اروع من بريسكيتا. مش باش نحكيكم على اللوين وعلى البنه، ما نحكيلكمش، وعملت لكم اربعه انواع مختلفه وانتم لكم حريه الاختيار او كتعملوا الحاجه اللي تحبوها. الحاجه الباهي في وصفه اليوم انكم تنجموا تعملوها للفطور والا للعشاء اذا كنت تحبوا هكا حويجه خفيفه وراهو تشبع، ما تراويش كيما هكا فريمون تشبع، والا اذا كان عندكم ضيف نجموا تعملوهم كمقبلات. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضروا. اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا الخليط اللي باش نفوحوا بيه الخبز نتاع البروسكيتا. دونك لهنا اخذت راس كامل نتاع ثوم، باش نعمل كميه كبيره، ريحته بالقدا بالقدا، ونضيف عليه كميه باهيه نتاع زيت زيتونه. ديجا الزيت يولي فيه الطعمه نتاع الثوم خاسيل ويبدا فيه وحفيه مش نورمال، والبروسكيتا راهي تجي كان بالزيت زيتونه ما تجيش بالزيت العادي. دونك ديما ماذا بيكم تستعملوا زيت زيتونه، مش بالضروره راهي معناتها بالحكار ولا حاجه، لا لا اعملوا كميه على قد الكعبات نتاع الخبز اللي باش تستعملوهم. ونضيف عليهم البازيليك اللي هو الحباق الشيح، نعمل زادا كمية باهية باش تجيني فايحة، ونخلطهم الكل مع بعضهم بالقدا. فوالا هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه باش نفوحو بيه الخبز. بالنسبة للخبز اللي باش نستعملو هو خبز البروسكيتا، هذايا تلقاوه في الكروند سورفاس، خديته من فاميلا إذا كانكم تعيشو في إيطاليا، سينو في تونس راه تلقاو النوع هذايا من الخبز، وإلا تو سامبلومون تنجمو تاخذو خبز تقصوه رونديلات كيما صرت بلانكيت بالضبط وتعملوه، مش بالضرورة معنتها نفوحو هذايا. دونك باش نحطهم هكايا، ديجا حطيت الفرن تاعي يسخن على درجة حرارة 180 درجة ونشعلو عليه من فوق ومن لوطا. ولي تبلي من بعد ناخذ الخليط اللي حضرناه وندور عليهم هكايا بالفوشة ونفوحهم بالزيت زيتونة والثوم والحباق. كان عم كمية باهية، ديجا الزيت هذاك من بعد راه ما يقعدش، يبدا كان مطعم هكا مش نورمال، يعني ما تجيكمش حاجة مزيتة خاطر ديجا باش يدخلوا للفور. حاولوا هكايا اعملوهم على جنب الكرول بالطريقة هذي هكا، مفماش ما اسهل منهم، سهلين سهلين على الاخر، في نفس الوقت راهم مفوحين وبنين مش نورمال. والحاجة الباهية المرة هذي باش نعطيكم انواع مختلفة، مانيش معناتها باش نعطيكم نوع بركة، دونك هاكا اختاروا النوع اللي تحبوا تاكلوه وتحبوا تعملوه، ماذا بيا ديما هاكي نوع عندكم، وما نقعدش نكرر معناتها في نفس الحاجة، هاكا نعملها فرد فيديو نعطيكم أنواع مختلفة. الوصفة نتاع اليوم تحسوها صيفي على الآخر، حويجة خفيفة تعمل كيف. وتوا آخر حاجة نعملها يقعد هاكا الثوم هاذيكا هاكايا اللوطة، ندور عليهم الكول ونحط فيهم الثوم. وما تخافوش راه ما يقعدش شكل المطعم القوي ولا حاجه نتاع الثوم خاطر باش يطيب في الفور، دونك ما يقعدش المطعم القوي، بالعكس يبدا بنين بين بين وفيه مش نورمال. هكا نحط على كامل الخبز هكا، فوالا هذوما الطعيبات نتاعنا بعد ما حضرتهم، وتوا باش نهز نحطهم للفور. باش نحطها على درجة حرارة 180 درجة، نشعل عليها من فوق ومن اللوطة ونخليها بين 5 إلى 10 دقايق، جست هكا تراهم احمروا شوية تنحيهم. باش نحضروا النوع الأولاني اللي باش تكون بالطماطم والبصل والمعدنوس. بسم الله باش نحط شوية طماطم، نشتر الكمية، نضيف لها شوية بصل، بالطبيعة تقصوهم جويدين جويدين على الأخر، ونضيف المعدنوس، نفوحهم بشوية زيت زيتونة، نكثروش برشا برشا، شوية ملح وشوية أحباق، حسيلو الأحباق في أي محضر يحضر ياسر ياكلو بيه لهنا في إيطاليا، ياكلو بيه ما شاء الله برشا. فوالا ريتو خليط قداش كله هكا ألوان، تحسوه حاجة تنعوش مش نورمال.
هذه اللولانيه باش نعملوها بالخليط هذايا، ومن فوق من بعد نحطوا فوقها الموتزاريلا، وباش نحط فوقها زيدا شويه تون. هذوما الكعبات نتاعنا بعد ما طيبتهم جوست هكايا ما يحمروا وكل الثوم يطيب شويه والزيت يولي ما عادش فما. ديجا خذيت لهنا جبن، تستعملوا اي جبن اتختيني متوفر عندكم كسوسوا بريزيدون فيلادلفيا اللي تحبوا نتوما. انا اخترت النوع هذايا خاطر يعجبني فيه وحكايه من الداخل وفيه مجموعه من الحشيش ومنهم زاد البازيليك. دونك باش ندور عليهم بالكعبه هكا ونعمل فيهم الجبن. وعلاش نحطوا الفرماج تاختيني؟ باش ما تحسوهاش شايحه، فهمتوا؟ دونك تجيكم ياسر 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 بنينه. ديجا اخر مره نلقى في السوبر ماركت في فيلادلفيا عملوا زيد جبن اتاختيني فيها حشيش كيما هكايا، يجي فيه مش نورمال، منزلو كيعملوه جديد. والنوع الاولاني كيما قلت لكم باش نعملوه بالطماطم والبصل والمعدنوس اللي حضرناهم، ومن بعد نحط فوقهم شويه موتزاريلا والتون. دونك كل ثلاثه باش نعملهم نوع. وباش تجيكم البروسكيتا منظرها مزيان وحلوه، ماذا بيكم ديما الطماطم اختاروها تكون هكا شاده روحها شويه، وتنحيوها الغله من داخل وتقصوها دي كوب يكونوا صغار، هكيك تجيكم ياسر 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 مزيانه. وهي دوما ثلاثه كعبات ولانين، باش نعمل رشه نتاع تون من فوق هكا، مانيش باش نكثر برشا خاطر ما نحبش هكا نغطي على كل المنظر نتاعها مزيان، جست شويه خاطر ياسر يتماشى مع الخليط هذايا. وبالنسبه للموتزاريلا ديما نستعمل هذه الموتزاريلا سيسيليان، بنينه بينا مش نورمال صغيرونه. دونك ناخذ هكايا الكعبه نقسمها على اربع هكا ونزين بها من فوق بالطريقه هذه، حاسيلو تفنوا فيها كما تحبوا نتوما هكا. واللمسات الأخيرة بالكل ناخذ شوية زيت زيتونة مش برشا، جست هكا فوق الموتزاريلا شوية أكاهاو وشوية بازيليك شيح هكا باش ترشا صغيرون. فوالا، وهذوما الثلاثة كعيبات لولانين، شوفوا قداش ما شافهم ومحليهم، ياسر بخيزهم تابل ياسر حلوين. وتوا باش نتعداو نحضروا الثلاثة الاخرين ونحضروا لهم الخلطة نتاعهم. النوع الثاني باش يكون بالفقوس، دونك باش نحط كمية الفقوس الكل قصيته جويز، نضيف عليه الطماطم ونضيف البصل بيان سور كلهم نقصوهم جويزين، نفعفو بشوية ملح شوية زيت زيتونة. والمره هذه في بلاصه البازيليك باش نستعمل النعناع الشايح. ياسر يفكرني بالسلطه التونسيه نتاعنا اللي نعملوها بالفقوس والنعناع الشايح، يفوق مش نورمال. حاسيلو كاينكم تعملوا في سلطه عاديه، معناتها سلطه فقوس عاديه، جست تفوقوها بالنعناع الشايح. فوالا، وهذه السلطه نتاعنا حضرت. وتوا باش نحضروا ثلاثه كعبات الاخرين، دونك باش ناخذ من الخليط وباش نحط فوق البروسكيتا نتاعنا فوق الخبز هكا. بالطبيعة حطيت جبن كيما تعرفوا اتاختيني، باش ما تحطوا هريسة تفنوا فيها كيما تحبوا. وتوا جبت كعبات زيتون باش نقصهم هكا رونديليت ونحطهم من الفوق، خاطر كيما تعرفوا الزيتون يتمشى برشا هكا مع الفقوس والسلايت وكل، اون بلوس يزين لنا البروسكيتا نتاعنا من الفوق وتجي ياسر حلوه. واللمسات الاخيره اكيد الموتزاريلا، نحط منها اي فوالا. وهذه النوع الثاني حضر، وتوا باش نتعداو نحضروا النوع الثالث. النوع الثالث باش نعملوه بالخضره، خذيت لهنا فلفل اصفر واحمر قصيتهم دي كوب صغار، وقصيت زيدا رونديليت نتاع اقرع اخضر، حطيت لهنا شويه زيت يسخن وباش نطوحهم بشويه ملح وشويه فلفل اكحل، ما نكثروش برشا، شويه ونخليهم يتقليو في عقلهم
باش نعملوهم سوتي. عصير البروسكيتا نتاع اليوم كلها الوان تشرف كما قلت لكم ياسر تتمشى مع جو الصيف توا. وتوا باش نحط الخضره نتاعي هكايا نجمو زادا تزيدو فلفل اخضر كما تحبوا. يجي بنين 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 فيما في شعره وكان الوان شهيب. انا ديما نحب هكا الحاجه تبدا ملونه سورتو في الماكله تبدا حاجه هكا اتيرونت ياسر نشيخ عليها كما تعرفوا احنا راهو العينين تاكل قبل الفم. ونكمل نضيف شويه هكايا اقراع على جنب هكا هذيك علاش خليتهم روندي لي باش يظهروا احلوين. وباش نزيد نكمل نضيف لهم شويه موتزاريلا على جنب. فوالا وهيدوما الثلاثة نتاعنا حضروا. توا باش نتعداو نحضروا اخر نوع اللي باش يكون بالبيستو والكروفيت. اخر نوع باش يكون بالكروفيت وبالبيستو. دونك لهنا قليت شويه ثوم وحطيت كعبات نتاع الكروفيت ديجا باش نعملهم سوتي. وتوا باش نفوقوهم نحط شويه ملح وشويه فلفل اكحل ونخليهم يتقلاو ويطيبوا في عقلهم. ديجا ديما ناخو البيستو هذا ياسر ياسر طيارة متاع باريلا. دونك باش ندور عليهم الكل ونعمل دهنة هكية متاع بيستو بنا على بنا. كنت تحبوا تعملوه وحدكم في الدار راهو سهل على الاخر. تاخدو ورقة متاع احباق تحطوا معاهم جبن البارميجانو زيت زيتونة فصوص ثوم وترحيوهم بالكدا. هذيك هي الحكاية هذيك هو البيستو. خاصة أنا الحقيقة نحبو برشا في المقرونة مقرونة بيستو بنة بنة مش نورمال. تعملوها بالكروفيت وشامبينيون ما نحكيلكمش على البنة. دونك أنا ديما هكايا ناخوه حاضر بصراحة باش يربح الوقت وكل حاجة سريعة خاصة توا الدنيا سخنة. واحد ماذا بيتو حاجة فيسع فيسع خفلف كيما هكايا أحسن من يقعد يطيب. نضيف الكروفيت ونحط زيت الموتزاريلا نعمل فوقها رشة متاع حباب. خذيت كعبات متاع جوزة هكايا نهروشهم ونحطهم من فوق ياسر يتمشى معاه يا جوزة وإلا بندق خاطر هو البيستو ديجا معمول بالبندق. وهذوما كعبات البروسكيتا متاعنا مازالو كي حضروا. حسيلو نودكم ولنشهيكم بالحق نتمنى تجربوهم خاطر اول حاجه سهلين برشا 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 برشا. اختاروا النوع اللي تحبوه نتوما وجربوه وتفكروني وتنجموا كيما قلت لكم تعملوهم على الطريقه التونسيه تو سامبلومون. تعملوا الفخوماج تعملوا زاده الهريسه وتحطوا اللي تحبوا عليه. دونك حبيت نوريكم كل شيء عن قرب. هذه اللي بالخضره هذه اللي بالتن ياسر بنينه هذه اللي بالبيستو ومعها زيد الكروفيت والاخرى اللي بالفقوس والزيتون بصراحه روعه روعه روعه. قولوا لي في كومنتير اشنو رايكم وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الفيديو نتاع اليوم ونشوفكم في فيديو جاي. باي باي.